كلاب البرية الأفريقية هي ثدييات تعيش في أفريقيا، وهي من أشهر حيوانات أفريقيا وتتغذى على اللحوم. وكلاب البرية الأفريقية تختلف عن الكلاب الأخرى في مظهر جسدها، كما تمتلك الكلاب البرية الأفريقية 4 أصابع لقدمين بدلا من 5. يتراوح حجمها ما بين حجم كلب عادي متوسط الحجم إلى كبير الحجم. فتزن الكلاب البرية الأفريقية البالغة منها حوالي 18 كيلوغرام إلى 36 كيلوغرام، وطولها إلى الكتف يتراوح ما بين 76 سنتيمتر إلى 109 سنتيمتر. وعلى عكس الكلاب الأخرى كما ذكرنا سابقا، تمتاز الكلاب البرية بفروها المختلفة ألوانه مثل الأبيض والبني والأسود والأحمر. وغالبا تسمى الكلاب البرية الأفريقية بالكلاب المرقدة بسبب شكل فروها. وكل كلب من الكلاب البرية الأفريقية لديه نمط فريد من نوعه يميزه عن باقي جنسه. تعيش الكلاب البرية الأفريقية في شرق وجنوب قارة أفريقيا، كما تعيش في السافانا والمناطق الجبلية. تصطاد في قطيع لتتمكن من هزيمة الثدييات الكبيرة، ويأكلون معظم الثدييات التي يتمكنون من مطاردتها وافتراسها مثل الظبا والعجول البرية والغزلان وحتى الطيور الكبيرة مثل النعام. تعيش الكلاب البرية الأفريقية في قطيع يماثل قطيع الذئاب. والقطيع المثالي يتراوح عدد أفراده ما بين 6 إلى 20 كلب بقطيع. الكلاب البرية الأفريقية توفر الحماية لقطيع من الحيوانات المفترسة الأخرى، فيساعدان بعضهم البعض ويتقسمان الطعام ويرعون الكلاب الأضعف فيهم. ويقود قطيع زوج من ذكر وأنثى يهيمنان على باقي أفراد القطيع. نعم، الكلاب البرية الأفريقية هو من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، فكان هناك ما يقارب من حوالي 500,000 كلب بري يعيش في القارة الأفريقية، ولكن اليوم يعيش فقط ما بين حوالي 3,000 إلى 5,000 كلب بري فقط. الكلاب البرية الأفريقية تعيش في البرية لحوالي 11 عام. الكلاب البرية الأفريقية صيادون ماهرون، فيستطيعون إسقاط 80% من الفرائس، بينما الأسود تستطيع إسقاط 30% فقط من فرائسهم. الكلاب البرية الأفريقية تسمى أيضا بكلب الصيد الأفريقي. الكلاب البرية الأفريقية عضتها أقوى من أي عضة حيوان في العالم بالنسبة لجسده. الكلاب البرية الأفريقية تلد في المتوسط حوالي 10 جراء. قطيع الكلاب البرية الأفريقية لا تبكى في مكان واحد إلا نادرا لأكثر من يوم أو يومين.